بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون، صل على محمد كلما غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب وترضى يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أنا أولا أقدر وجود الناس اللي جات النهاردة صراحة في الجو العظيم اللي بره، والشتاء والدنيا شغالة، بس يعني إيه، أنا عن نفسي وأنا جاية النهاردة معرض حرفة معرض الكتاب للطفل، بقول يا رب يا رب هذا كنز، إن يبقى في دار وفي مكان كل بيت لكل أم وكل طفل موجود له مكتبة خاصة بيه. قبل ما ابتدي المحاضرة حابة إن أنا يعني أقول لكم على حاجة شخصية، علاقتي بموضوع كتب الأطفال. أول ما تزوجت لقيت زوجي عامل مكتبة خاصة ده للأطفال اللي جايين. تخيلي انت في شهر عسل وجايب لك المكتبة ومقسم بقى الكتب على حسب المراحل السنية المختلفة. طبعا أنا جايب بمكتبتي وهو بمكتبته يعني، لكن وجود فكر واعي عند كل أب أو كل أم في البداية إن يبقى في مكتبة لأولادي على حسب المراحل السنية والعمرية، ده إنجاز. لما بنيجي نتكلم عن عنوان محاضرتنا وإزاي تبقى فيه طفولة واعية وإزاي يبقى عندنا أطفال فعلا متميزين، مفيش طفل مش متميز، وتيجي الأم بتقول لك لا ده عنا دي ابن لذينة ده طالع لأهله، أنا عارفة واخد جينات أهل أبوه مش أهلي، لأن أنا أهلي طيب أهل أبوه، ولا لا لا ده مش عارفة، أقول لك لا مش صح خالص. مفيش طفل مش موهوب، مفيش طفل مش متميز، مفيش طفل مش ذكي، واطلع طلع منه الذكاءات الستة واحنا زودنا اتنين كمان فبقوا الذكاءات الثمانية. لكن في أم أو أب أو مربي ما هوش فاهم طبيعة المرحلة، مش فاهم خصائص المرحلة دي بتمشي ازاي واتعامل مع ابني ازاي، في عدم وعي كافي أو معلوماتي خاص اتعامل ازاي مع الطفل واطلع اطلع الابداع اللي فيه. احنا مره عملنا ورشه عمل، احنا كنا بادئينها قلنا من سن 9 سنين، وكان سن 9 سنين ده مجازفه بالنسبه لنا، يعني كنا بناخد من 12 عشان نعرف نتفاهم. لا كان في بقى طفل 7 سنين هو اخو بنوته من اللي حاضره اللي عندها 9 سنين، اعلى معيار انجاز تم بفرش العمل كان من الطفل عنده 7 سنين. حتى المشرفات اللي كانوا موجودين ما جابوش نسبه معيار الانجاز وكيرف اللي كان طالع مقرب لل 80% من الطفل ابو 7 سنين. احنا اللي مش عارفين نطلع الضرر والالماس اللي في قلوب وعقول اولادنا، ما احناش عارفين يعني ايه دحرج الفكره. 60 اداه من ادوات التفكير المفروض ان انا بتعامل معاها، يعني ادوارد بونو كان بيقول نشتغل من 8 سنين و9 سنين عليهم، انا بقول لك جربي من 7 سنين وهتدعي لي. 60 أداة من أدوات التفكير إن أنا منها فكرة، فيش طبعا هنا لا أي هنا ممكن نشرحه هنا، معلش يا إسلام بقى السمع. حاجة اسمها البي إم أي، دي أداة واحدة من أدوات التفكير، وبنقول كده إن يعني إيه إزاي إن إحنا، أنت الأول سامعين صوتي ولا محتاجين المايك؟ ها؟ الناس اللي ورا سمع صوتي ولا اخد المايك؟ تمام شكرا يا حمزه يلا بينا. علي صوتي كمان. اي والله حاضر انا بزعق ما تقلقيش، علي صوتي. لما باجي اخد حاجه اسمها دحرج الفكره، يعني ايه دحرج الفكره؟ يعني انا عندي فكره وبسالها، انا جربها مع البنات اللي موجودين معانا شنطه الجوايز، معانا شنطه الجوايز. لما هناخد البنات تعملوا معانا حاجه تحفه قوي، وانت كمان معانا ما تقلقش. لما باجي اقول اي موضوع او اي حاجه بتكلم فيها فيها ايجابيات وفيها سلبيات وفيها حاجه اسمها البو ده كان الدب بتاع الهاني العسل اللي بنجيبه في الكرتون بتاع الاطفال، كانوا مسمينه بو. البو دي هي الفكره المبدعه اللي ممكن ما تخطرش على دماغي اصلا، وانت كمان هتيجي هيعجبكم كلكم. لما باجي اقول فكره مثلا وندي المثال المعتاد احنا دايما بنقوله، لو الاتوبيسات او مواصلات العامه ما فيهاش كراسي
ايه الايجابيات في حاجه زي كده وايه السلبيات وايه الحاجه المبدعه اللي ممكن نستخلصها. لو نقول ناخد من الامهات الاول وبعد كده ناخد من الاولاد العساسين الامامير التحفين اللي جم النهارده، ده انا مش عايزه اقول لكم اجمل محاضره على قلبي النهارده. لو عملنا الباص المتروبوس كله، المتروبوس كله يا بنات او يا اولاد ويا شباب ويا ابطال ما فيهوش كراسي، ايه الايجابيات اللي تحصل لنا في حاجه زي كده؟ مين يقول؟ الله الله، اه هيبقى عندنا عدد اكبر، عدد اكبر. ايه كمان؟ ها الكل هيبقى واقف. طب ايه الايجابيات ان الكل واقف؟ نحرق سعرات حراريه مثلا، مساواة. حلو ماشي، مساواة يعني مساواة، كله هنبهدلكم تقفوا على رجليكم يا ولاد الذين. هيتعلم الصبر لحتى يوصل لهدفه. اه نصبر لحد ما تيجي المحطة مثلا، الصبر نتعلم الصبر. ماشي ايه سلبية. عايزين السلبيات، يلا نخش على السلبيات. بس هو كده خلوا بالكم بقى، انا بكلم الامهات هنا. لما اجي اعمل، انا بعمل لكم دلوقتي حاجه اسمها عصف. لما باجي اتكلم مع ابني في موضوع او باخد رايه في حاجه، ما اجيش اقول له ايه طب يلا انقل على اللي انت عايزه، قطعت حبل التفكير. يعني احنا كان ممكن نكتب كمان ايجابيات، يتقطع حبل التفكير لما اقول لك ايه خلاص يلا ننقل على السبيل. ها مخك بتجيله وشاره، هي كده خلاص خلصوا مهما تفكري. حتى كان ممكن يبقى عندك فهو الشعب كله عايز اقول لك. لكن خلينا نخش، مين اللي عنده اول سلبيه؟ تعب. ها بهدله، كله عمال يزق في بعضه، بهدله وزنقه وبتاع. ايه كمان؟ ولو حصل زنقه اكتر ايه اللي يحصل معايا؟ ركزوا معايا بقى، معلش احنا هنستاذنكم في المناديل، هنعمل بيها فكره دلوقتي. لو انا ها خلينا اجي لكم من هنا اهو. انت اسمك ايه؟ روان. انت اللي قلتي دي يا لولو يا جميل. لو حصل زنقه اكتر صح، ايه اللي ممكن يحصل نتيجه الزنقه؟ ضغط. ادي فكره، ضغط. ركزوا معايا يا بنات عشان هخليكم تاخدوا جايزه على الموضوع ده. ولما يحصل ضغط ايه اللي يحصل؟ استرس، اعصابنا تتعب، حاجة نفسية. إيه كمان؟ ممكن نقعد نقع لما يجي يعمل فرامل وما شاء الله على السواقة هنا والدلامش، فالدنيا ممكن نقع. ممكن إيه كمان؟ يحصل لنا أمراض. إيه كمان؟ ولما يحصل أمراض ها امشي معايا بالفكرة، لما نمرض ويبقى شعب كله مريض وتعبان، التقدم هيقف، الجاهزية مش هيروح مدرسة صح كده، مش هنروح شغل. دي اسمها ايه؟ دحرج الفكره. بيبقى عندي يا روان فكره كده وبمشي عليها وبشوف تقدمها، تمام؟ هو ده البي ام اي. طيب اطلع منين بحاجه ابداعيه؟ طبعا السلبيات بقى زمان كل اللي انتوا قلتوه، لكن هي الفكره ان انا لما احب اناقش موضوع مع اولادي، انا بتكلم في سن كام؟ 7 سنين. اقسم بالله انا اعرف اولاد من سن 5 سنين ومعايا السيديهات بتاعتهم، ماشي عشان تطلع في الافراح، بصوا نطلعها جيبك اسلام يوم الفرح. عندي طفل 5 سنين وطفل 6 سنين بيفتح موضوع ويجيب فيه مقترحات غير موجوده في الكتب، غير موجوده. اهم حاجه وانا بناقش اقول لك عندي ده ابن لذينه قد ما هو بيسمعوش الكلام، واقول واكرر واعمل وكذا، وهنقول الكلام ده نعالجه ازاي. لكن هي الفكرة ايه؟ كلم، قول. كنت مرة في مواصلة عندنا في مصر، كنت رايحة من طريق القاهرة لاسكندرية، زراعي يعني، ريتو صحرا زراعي يعني، انتوا ماشيين 3 ساعات 3 ساعات، وقدامي في الكرسيين اللي قدامي ولد ما يكملش 6 7 سنين وابوه. حرفيا طوال ال3 ساعات الولد ما بطلش كلام وابوه ما بطلش رد عليه. دلوقتي في فيديو ترند طالع، ترند دلوقتي مش عارفه عامل كام مليون، لاب يقول لك اكتر اب صبور. الاب بيزين تورته والبنت عماله تقول له انت بتعمل ايه؟ قال لها بزين التورته. انت بتعمل ايه؟ بزين التورته. انت بتعمل ايه؟ بزين التورته. قال لها بتاع حوالي 20 30 مره. حرفيا الولد في المواصله
ده ايه؟ وانا سامع انا شامم ريحه كاوتش بيتحرق. قال له ايوه اصله معمول من كذا، ولما ولعلمك بقى المطاط لما بنسخنه قوي وبعدين نجمده ونيجي نعمله يتفتح، بيكلمه في كيمياء وفيزياء وبتاع سن 6 سنين 7 سنين. دحرج الفكره لو انا اشتغلت في الاداه دي صح فعلا مع اولادي، انا هطلع طفل يحكم العالم، انا هطلع مش رئيس جمهوريه، رئيس العالم كله. انا هطلع عندي طفل وطفله مفيش حد اسمه يبقى اصل ابني بيتنمروا عليه، لا، عارف يتكلم، عارف يعبر عن نفسه، عارف يقول ده غلط وده صح. اصل انا عندي ابني العيال صحابه منين ما يقولوا له فهو ماشي تابع، لا. لو بتحاور بالشكل بتاع دحرج الفكره ايه اللي يحصل فيها؟ لو بعمل كده تاكدي ان ابنك هيبدع. طب ايه الحاجات الابداعيه اللي ممكن اخدها مثلا في موضوع لو الميتروبوس ما فيهوش كراسي؟ احنا جبنا سلبيات كتيره قوي وحبه 2 3 ايجابيات اهو. ايه الفكره يعني فكره رائعه جدا يا روان؟ انت اسمك ايه؟ ريان. اسمك ايه؟ ريان. ريان، الله يجعل لك من اسمك نصيب، اللهم امين، وارزقنا واياكم من ريان في الجنه، قولوا امين. ايه اللي ممكن حاجه كده مبدعه قوي 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 وفكره ما تخطرش على البال لو كل الكراسي اللي في الميتروبوس راحت؟ استغل الامر ده ازاي؟ مين يقول وياخد جايزه؟ ملناش الجوايز يا مريم، مش انا مريم اللي جوايز، اللي يجاوب يقول على طول. نعمل ايه؟ نعمل تواصل ازاي؟ يلا تاني فكره اهو دحرجيها. اعمل تواصل ازاي؟ اعمل تواصل، نحكي مع بعض، افرضي مش عايزين، ممتازة. ناخد وسائل، هاتي هنا جايزتين، ممتازة. ممكن نعمل شاشات، ممكن نعمل سبونسر اعلانات للناس ونروج فلوس داخلة اهي، ممكن نعمل بما ان هيبقى في رفاهية وفي دخل جاي لشركة الميتروبوس. ممتاز، بائع متجول، أو أروج لحاجة، ممكن يبقى في حد بيعمل دليفري في قلب البتاع ويلا خده. وبما ان في دخل هيعود على شركة الميتروبوس فممكن تعمل لنا مثلا ايه ممكن تعملوا تطوير مثلا من الشركات الاتوبيس او زيادة او زيادة العدد ما يبقاش الامر. ممكن نعمل سكيتنج بما ان المكان، فنخلي المكان الفاضي مثلا حوالين الشبابيك. ممكن نعمل علاقات زيادة لان طبعا هنبقى محتاجين علشان الفرامل فمحتاجة علاقة تمسكي بيها ايدك. انتوا فاهمين لغة المصري الاول؟ الحمد لله. الحمد لله. ممكن نمسك علقه فيحصل زياده دخل لشركه البلاستيك، فيحصل زياده للموظفين بتوع شركه البلاستيك، فبتوع الالوان بقى ونعملها مثلا كتب بقى علقات بمسكات لعب اطفال. ايه كمان؟ في لعبه تليفون خربانه كنا نلعبها لما كنا صغار، نقول الكلمه وتوصل لاخر فاحنا ممكن نعمل لعبه وترفيه. يلا جايزه هنا على طول. هو كده، شفت الفكره ايه؟ الفكره ما بتقفش، احنا اللي مخنا واقف. فاول حاجه علشان اعمل حوار ناجح مع اولادي لازم افهم الحاجات دي. مش عيب على فكره، اسلام، شكرا. مش عيب على فكره ان احنا نتعلم على كبر. انا اعرف كان بيحضر معانا المحاضرات بتاعه المهريه خلاف محاضرات طبعا بتاعه القران والكلام ده، حما يعني جده، وكانت بعد بقى اما شافت قد ايه في انجاز والاولاد ومش عارفه وايه والقران، راحت جابت اللي هم كنتها يعني زوجة ابنها تحضر، قالت لها اقفلي وهنجيب النهارده اكل جاهز. تخيلي بقى، مش هتتعبوا ولا تعملوا اي حاجه، لكن تعالوا احضروا. جابوا احفادهم دلوقتي هم اللي مسكوا المراكز والمساجد بفضل الله تعالى. الفكره ايه؟ احنا محتاجين نفهم، ومش عيب انك تتعلمي حتى لو كبرتي في السن، حتى لو العيال كبار. طيب ما انا كل ما اعرف معلومه احس ان انا ظلمت اولادي، وبعد ما ظلمت اولادي روح اقول لهم احنا اسف، انا اسفه يا اولادي ان انا عاملتكم بالشكل الفلاني، انا اسفه يا اولادي ان انا اتعاملت معاكم بكذا وما كانش صح، ما كنتش عارفه بس الصح كذا، تيجي نعوضه. طيب دي خطوات. ايه قبليهم عشان يبقى عندي طفوله فعلا متميزه لاولادي؟ مين تقول لي الامر ده وهدعي لها؟ هدعي لها وتاخد قلم هديه. يلا، قبل ما اعرف خصائص مرحله وقبل ما اعرف يعني ايه اتعامل مع اولادي، ايه اكتر حاجه هي دي البدايه؟
أسمع لطفلي قبل ما يجي الطفل. أنا كأم أثقف، ولو زوج يختار صح. الله يفتح عليك. يختار صح. أما تختار زوجة صح وأنت تختاري راجل فاهم صح، الاتنين يعينوا بعض. مش ده عيالك، ده ولادك. وبعدين لما ينجحوا بقى ويطلعوا ده عيالي ابني، يعني ساعة الإنجاز هو وأنت اللي مسؤول. مين قال الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد على حجر جده في صحن الكعبة، وتعلم الحكمة وتعلم الأمر اللي يشابه الرجال. أنا معاكي إن أول على الأقل 11 سنة دول بتوع الأم، لكن بعد كده الابن عايز يشوف إيه؟ يحاكي سلوك الرجال. أبويا بيعمل إيه؟ أبويا بيعمل إيه؟ أما ينزل صلاة جمعة معاه ولا ينزل مكان، اتصرف، روح، ادفع، اعمل، اتكلم. لا حبيبي ما بناخدش كذا، لا هذا ما، لا نسأل عليه. يتعلم الشنب الراجل اللي في البيت بيتصرف إزاي؟ عشان هو كمان يحاكي السلوك. طب هتقول لك ارمله ولا مطلقه ولا زوج مسافر، يعينك ربنا سبحانه وتعالى، واختاري اي بديل، الجد، العم، الخال، اي فرع وارث ذكوري في العيله. ممكن الفقره دي اعاده ثانيه عشان اسجلها؟ هتتسجل ثاني وهتنزل كلها ما تقلقيش. فنقصد ايه؟ يبقى انت على الاقل الاختيار يبقى صح. ممكن نكون احنا الاثنين صفر معلومات ومش مشكله، بس عندي الدافعيه ان انا اعمل كده. انا عندي الدافعيه ان انا افهم وادرس واعرف اربي، ولو اخطات ايه المشكله؟ معلش انا اسفه يا اولادي، امكم اخطات. لما انا يتعلموا ويشوفوني انا بقول اسفه وبقول كده، هيتعلموا يقولوا احنا كمان اسفين. تقول لك لما بيردوش وعيال متكبره لا 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 لا. ولما يشوفوا بتقولي انا اسفه، هيتعودوا يقولوا استغفر الله، انا اسفه للبنات واستغفر الله يا رب لو عملت حاجه. يتعلموا الاستغفار والتوبه. لكن احنا عايشين في مادية بحتة. انتوا شفتوا الالات، شفتوا الروبوتات، الانسان الالي ماشي ازاي؟ احنا ماشيين كده. النظام العالمي والوعي الجمعي العالمي يروحوا مدرسة معرفش يعملوا ايه، وبعدين يطلعوا ايه؟ فين المهارات؟ فين المهارات؟ تحط ابنك في اي مجتمع ولا اي محفل اجتماعي، صفر مهارات اجتماعية. تيجي البنت عشان تتكلم وبتاع وتلاقيها مكسور، سيبيها ان شاء الله تقعد ربع ساعة، ما تسيبيها هي تتكلم، لا اسمها كذا وبتاع، ما تتكسفيش يا حبيبتي قولي كذا، وانت تردي عنها خطا، ترديش عنها، سيب قول انا عارف، قول كذا. فين جلسه العيله اللي معموله؟ ما فيش. فاحنا ماشيين ما شاء الله انسان آلي ماشي ورا النظام العالمي اللي ماشي في تربيه الاولاد وماشي في يلا بينا وهكذا. طبعا مش صح، مش صح خالص. لكن ما ايه؟ ما غاب من حضر. انا مبسوطه لان اول مره احضر يعني محاضره ويكون العدد مش كبير، الحمد لله. انا مبسوطه بالعدد ده، بس تكونوا واعيين. مبسوطه ان تطلعوا، ولو هكتفي وان شاء الله خمسه سته منكم يطلعوا، والحمد لله رب العالمين يكونوا بنفس الكفاءه ونفس الكيفيه. حلو، بس نطلع نقول يا رب انفعنا بما سمع يا رب، وننفذ. واللي بدا متاخر احسن من اللي ما بداش، واللي جه احسن من اللي غايب، صح ولا لا؟ بس نمشي. ده جزء. الجزء الأول يبقى اختيار الزوجة. رقم اتنين، العلم عن خصائص كل مرحلة. ابني متمرد يا ستي، بس تعالى الله يصلح حالك. متمرد ازاي؟ تقول لك عندي، طب عندي بكل حاجة؟ لا لا لا، ما في مرحلة أنا عندي اسمها مرحلة اللأ، يعني مرحلة كل تاكل لا، تشرب لا، تروح لا، تعمل لا لا. هو عنده فرحان بالجملة دي، أدي من ثلاثة لخمسة، عندي من سن خمسة لسبعة أو من سبعة لتسعة. السن ده بيبقى إيه؟ لو أم واعية شوية هتلاقيها، أو ماشية معاه مثلا في القرآن وبتاع وقصص القرآن، فتلاقي الولد مخه متفتح شوية. لكن في مرحلة، وخصوصا بقى مع بداية ومرواح الكيجي والمدرسة والكلام ده، الولد طب يقول لك والله كان بيتكلم وكان كويس وكان بيقول، ابتدى إن هو يبقى فيه يعني نقص شوية في مهارات التواصل، أفوق. فبعمل تاني حاجة ايه بعد الخصائص؟ بعمل تاني حاجة ايه؟ الحوار اليومي. الحوار اليومي، تعالوا. واعرف ام عندها من الخمس اولاد والست اولاد، تقول لك واقفين كلهم كده وكل واحد يجي يتكلم، وبعد ما يخلص انت دورك التاني وهكذا والتاني اسمع عملت ايه؟ المعايشة. فين وابوهم؟ ده انا بعمل، ده انا مطحونة، ده انا بسوي، ده معلش يا ست الله يصلح حالك بقى، معلش الله يصلح حالك من فضلك. يعني اسمعي، عملت ايه؟ صحبة أولادك مين؟ مين من البنات اسمهم إيه؟ روان مين صحباتك؟ اسمهم إيه؟ أكتر حد؟ جنى. عشان بس جنى هتسمع اسمها النهارده لما ننزل الفيديو إن شاء الله.
ومين كمان من الشله؟ ها وانت ريان مين صاحبك اكتر حد جدع معاك وصاحبك؟ خالد. خالد والله. انت يمني؟ انت يمني من اليمن؟ انتوا جاليه ايه؟ ما شاء الله. وتتكلم العربيه؟ الحمد لله الحمد لله. خالد مين تاني؟ اسمك ايه؟ انت النونه الجميله، تعالي يا بسبوسه. اسم جوايز هنا على طول اللي جاوب لروان وخالد وريان. ها اسمك مها. مين اكتر صاحبه عندك؟ دلال. صاحبتك مين تاني؟ قول لنا مين صحابه. ها اسمك ايه؟ عبد القادر. الله اسمك جميل. مين صاحبك بقى؟ اكتر حد صاحبك بتلعب معاه؟ ما تقوليلوش سيبيه، يعني اديله ارشادات بس. مين؟ فكر فكر يا رب يا رب. مين مين بيلعب معايا وينزل معايا في البهشه ولا في الحضانه؟ مين؟ ماهر. ماهر الله. كل اللي جاوب ياخد جوايز يا جماعه. يلا وانت كمان تقولي. تعالي تعالي هنا تعالي، طالما رفعتي ايدك كده حاجه ممتازه جدا. تعالي. الله الله. اسمك ايه؟ ماسة. اسمك ماسة. مين اكتر حد صاحبك بقى يا ماسة؟ شو يعني؟ مين اكتر واحدة صاحبتك؟ رفيقتك اكتر رفيقة؟ ابرار، هي تركية. ابرار. وصاحبتك معاكي وبتلعب معاكي وكويسة؟ بحبها. وانتي عادي ما خفتيش وانتي جاية وكسفتي وقولي لا انا هتكسف وانا بسلم على الاستاذة؟ ولا ما اتكسفتيش؟ استحيتي؟ استحيتي وانت جايه ولا كان عندك عادي انا اجي اقول اسمي واسم صاحبتي؟ عادي يعني. ده عادي. سقفوا لها يا جماعه عشان ده عادي ده عادي. بيبي قلبي روحي خدي يلا بقى جايزتك من عند مريوم. نسيبهم يتكلموا، نسيبهم يعبروا، هو ده المطلوب. بيرغوا كتير؟ بيعودوا لحاجه كده. انا عماله بستغرب، كان في بلوجر بنوته صغيره وعندها تقريبا 7 8 سنين، الفيديو الواحد من اللي هي بتعمله لا يقل، اقل فيديو فيه 60 مليون، اقل فيديو. ايه؟ بتلبس عروسه وبتحمي عروسه وبتعمل. فانا استغربت قوي، يعني دول كم اطفال كتير قوي بيتفرجوا. لقيت مش كده الموضوع، مش كده. هو الطفل جايب الفيديو ويخلصه ويعيده، ويخلصه ويعيد، ويفتح كمان شويه ويعيد. هو ده طريقه تفكيره، يحب يتكلم كتير، يعبر كتير، يعيد الحاجة ويكررها. ليه؟ عشان الصورة بتبقى أجزاء. شفتوا البازل؟ بتبقى أجزاء في دماغه كده، فبيجمعها، فبيفضل يقول عشان يجمع بيته. صبر عليه. لكن للأسف، ما تزعلوش مني بقى الأمهات، مش عايزاكم تزعلوا، بس دي حقيقة. نفسنا قصير في التربية، بنزهق بسرعة، ما عندناش صبر. ويجي يقول لك إيه؟ يعني ما أنا قلت يا ستي ما تقولي لآخر العمر. الله، ما أصل ما أنا مش عارفة حصل يا ست. الله يصلح حالك بقى. التربية صبر، صبر وتكرار واستمرارية. أنا مستمرة في هذا الأمر. عيالك يوجعوكي بتبقي عايزاهم أفضل الناس، بس نسمع ونفهم. النقطة المهمة اللي أنا عايزة أقولها تانية في موضوع الطفولة الواعية، قلنا المعايشة واسمع منهم. في استنباط، 3 استنباط كده بيتحطوا مع كلمة المعايشة. دول بص بص يا امهات، دي مش مثلا 10 دقايق او يوم او اسبوع، لا دولت مستمرين لحد ما ربنا نقابل وجه كريم. احنا بنقول ان اي تغيير في السلوك، اي تغيير في السلوك بيحتاج من كام؟ من 3 ل6 شهور عشان اغرس السلوك او اطلع سلوك او استمر فيه، من 3 ل6 شهور. لما يجي اغير عاده، قال لك من 7 ل21 يوم، يعني عشان عاده بس احاول ان انا ايه اتعود عليها. لكن التغيير الحقيقي من 3 ل6 شهور. الثلاث استنباط اللي انا هقوله لكم دولت، دي طول العمر ما بيتغير، ما بقفش، ما بقولش خلاص عدت 6 شهور، ما بقولش سنه، طول العمر. 3 استنباط احفظوهم مني كده، وكل واحده تقول بقى بلغه الجاليه بتاعتها. انا بحبكم، ماما اكتر حد بيحبكم، انا بحبكم يا اولادي، بحبكم. نجحتم، ما جبتوا 90 جبتوا 80 طلعتوا، بحبكم. ليه؟ انتوا اولادي. فبقول ده دايما، مش انت عارف ان ماما بتحبك؟
ابدا، ودي ناقوس خطر كده، وامسك الام احزها كده ليوم ما تيجي تقول ايه. ابنها بيسالها: ماما هو انت بتحبيني؟ كارثه ان انا اوصله ان هو يسال. اشباع الاحتياجات الفسيولوجيه القاعده بتاعتها في مثلث ماسلو تحت ايه؟ المشاعر، مش للتقدير ولا الذات ولا الحاجات اللي فوق، الحاجات الاساسيه بنتكلم في ضروريات اكل وشرب وفسيولوجيا، والحاجه للحب والحنان. انا بحبكم، ماما بتحبكم جدا على فكره جدا، واقول كده. يبقى دي اول اسطمبه، انت بنتي وانت يا حبيبي. السلوك ده السلوك ده غلط، ما نحبوش عشان الله عز وجل لا يرضى، او سلوك غير انساني، لكن انا بحبك انت بنتي حتى وهي بتعمل غلط. ايوه، اصل مش المستهدف الجلد، مش المستهدف الضرب، ومش استاذه ان انا اتغصت قوي فطلعت كم غضبي في العيل، فلا، المستهدف ان هو يغير السلوك، ولو نجحنا في ده نجحنا. يبقى اول حاجه الحب الغير مشروط، بقول دايما بكرر قد ايه كده في بعد كل صلاه، والله لو عايزه اقولها 5 من 10 مرات في اليوم حلو. الاحضان والاشباع المشاعر اللي هي الاشباع العاطفي مش الجسدي بس، عمالين بنعلف، يقول لك الامهات شغاله علف في الاولاد، تلبس وتاكل وتعمل، فين بقى القلب والروح فاضي؟ لا، اللمسات والضمات، الاولاد من بعد سن 5 ابتدائي 11 سنه الصبيان بيبقوا مش عايزين لمسات قوي، لكن ممكن ابقى اتفق معاه على حركه بنعملها كذا، مش عارفه ايه، اي حاجه من الحاجات اللي بيعملوها الامهات الايام دي. لكن البنات لا، قعديها على رجلك وتبوسيها وتقطقطيها وتعمليها وحبيبه قلب ماما التوتا العسوله الجميل اللي لابسه حجاب امور العسوله. يوتي كوتك يا فيلا والله، قول تعالي وهريها بص واحضنه ولمسها، هم يحبوا كده. يا رب بس يعني نفهم وننفذ والرجاله يعملوا بعد كده، عشان بيحصل خواء عاطفي لما تتجوز، تقول لك امي كانت ما اشبعاني عاطفي، تروح لراجل قاسي تقول لك رجعوني البيت اهلي، لا بيقول ولا بيتكلم، ابو الهول تقول لك تزوجت ابو الهول، مصيبه. بلاش دلوقتي نتكلم في الازواج، خلينا في التربيه. يبقى الاشباع العاطفي رقم 2، اول يبقى اول اسطمبه الحب الغير مشروط، واعمل منه اشباع عاطفي له للروح. رقم 2، بصوا الاسطمبه دي، مفيش حد في الدنيا هيحبك قد امك، مفيش حد في الدنيا هيعوز مصلحتك اكتر من نفسه قد امك. يا ماما عارفين ماشي، وما مش مشكله اكررها 2000 مليون ديشليون 10 مره. اسطمبه بتتحط، شفتي غسيل المخ؟ احنا ان شاء الله بنعمل لهم كده خلايا جديده في مخهم. مفيش حد في الدنيا هيحبك قد امك، مفيش حد في الدنيا هيعوز مصلحتك اكتر من نفسه اكتر من امك. وابوكي يقول ده، وابوكي برضو ايه يعني كده، يعني ان احنا محتاجين الاب. هقول لكم ليه محتاجين الاب في مرحله كبيره بعد مرحله 9 سنين. رقم الاسطمبه رقم 3، بعمل معاها اسمها رابطه فيها الاي كونتاكت، عيني في عينها بنفس مستوى البصر، يعني وانا قاعده بكلمها بكلمها بنفس مستوى البصر ده، قاعده بكلمك كده، مش انا واقفه وهي قاعده، او هي وانا قاعده وهي واقفه، لا، اي كونتاكت على نفس مستوى البصر، وامسك ايديها بعد اي حاجه، بعد النهارده مثلا وانتوا راجعين من طالعين على باب المعرض واشتريت لها قصه واتنين، امسكي ايديها وبصي في عينيها وقولي لها كده: انا موجوده في الدنيا علشانك، لو احتجتي في اي وقت انك حاجه عايزه تحكيها من قلبك امك موجوده عشان تسمعي. بس 3 جمل بساط اهو، بساط، وبقولهم وبحفظهم وبكررهم. ماما احنا ما فيش حد في الدنيا بيحبك اكتر، عرفنا يا ماما، انا اللي بحبك اكتر، خلي امال يحفظوهم على كده. الحاجات اللي بنعمل لها اسقاط ذهني في عقل اولادنا كده، وهكذا في التربيه الايمانيه، سيبك من التربيه الفنكوشيه والماديه والعلمانيه، سيبك من الكلام اللي طالع ده، في حاجات صح وفي والغلط اللي فيه اكتر من الصح، لكن التربيه الايمانيه اما اغرس في ابني يوم ما تبقى في زنقه اصلي على الرسول، لا يوم هو قال كده الحديث وانا مصدقه النبي عليه السلام ولا لا، صلوا عليه يكفى همك ويغفر ذنبك، صح ولا لا؟ يكفى همك، عندك هم؟ الواجب، الدنيا، الفيزياء، الرياضه، عايز فلوس، مصروف. اما باجي اعلم عقيده واسم الله الرزاق، ماما انا عايز كذا، حبيبي استنى، انا اللي في ايدي يا ماما، ما المحفظه هي عند بابا، وانا شو تعبوك، ممكن دي يحصل اي حاجه تختفي تروح الدنيا اسال الله الرزاق الاول، وعلمه عقيده توحيد، اسال اللهم اني اسالك باسمك الرجل الرزاق، تخلي ابويا يفتح المحفظه ويديني الفلوس يا رب. شو
هو كده. وما نيجي نعلم عقيدة نعلمها بالطريقة دي، الحاجات اللي بعمل لها إسقاطات ذهنية في عقل أولادي ما بتروحش. ويجي شاب تالتة هندسة كان بيغرق مكان ما، بيقسم بالله وهو بيقع تحت بيقول خلاص يعني أنا بشاه، سمع صوت أمه هي بتقول له صلي على الرسول ينجيك، صلي على الرسول عليه السلام ربنا ينجيك. قلت نيتنا صلي على النبي عليه السلام، قلت حتى يبقى آخر حاجة أنا بقولها. يوم كان بيغرق بيقول لقيت نفسي وخلاص قبيت على وش المية، شافوني جابوني. الإسقاطات الذهنية، فما بالك الإيمانية، ما بالك اللي بتربط بالله عز وجل. هي المراقبة أصلا، ماما لا ماما ما أقدرش، بابا وبابا شايفين. ده ما يطلع أول ما يطلع ويقول كلمة لا وأنا موجود وأنا كذا ويمشي ومحدش له دعوة، لا يسيبك يسيبك ويتركك ويبقى خلاص. لكن لو عنده المراقبة الذاتية لله عز وجل، ربنا شايف. مين عملها؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص عملها في ابن أخوه سن 3 سنين لحد سن 6 سنين، وهو بيقول له كل يوم قبل ما تنام قول الله ناظري الله شاهدي الله رقيب عليك، وقبل ما تنام. بعد ما قعد 2 سنين يقولها بلسانه، قال له قولها بقلبك. انا عن نفسي جربت اقول ازاي بقلبي الله ناظري الله كده. الواحد محتاج وقت عبال ما يقعد. ليه حيز الامر ده مش في دماغنا؟ احنا ممكن ننفذه في المعاملات، لكن عايزاه يعيشه قلبا الاول. فيبقى الاب موجود، الام مش موجود، ولا تفارق، الله عز وجل معايا. دي التربية اللي احنا عايزين نربيها لأولادنا. ما بنيجي نتكلم وانا جاية بقول لهم يعني ادعو ربنا ان انا ما اشيلش المعرض وانا ماشية. ليه؟ كتب الاطفال دي كنز كنز، الكتب المجسمة والكتب المصورة والكتب الملونة والقصة اللي بتعمليها مع اولادك. ويجي يقولك يعني كنا في زوجي عنده 5 اخوات بنات، تمام؟ يعني هو ولد على بعيالهم بقى، لما كانوا يجوا اجازات يجوا عندنا، فكان يبقى المراحل العمرية المختلفة، فيجي منهم طفل مكملش 3 سنين ولا 2.5 سنين جاي زي ما شاف وحفر في ذهنه وجايب قصة بس عشان عليها ألوان، خالته كرلنا القصة زي ما بتعودي. تعالى ما أقولك على نموذج يزعلنا إحنا دلوقتي، وخصوصا في عصر النت والبلاوي اللي إحنا فيها. أدعو الله سبحانه وتعالى يعني يا رب ينجينا وينجي عيالنا من فتنة العصر. تدخل كل بيت هو الراوتر على فكرة، عشان بس نبقى واضحين، تستخدموش صح. والعيال قاعدين على التابات وعلى التابلت وعلى الايبادات ومش عارفة وإيه والكلام ده، والدنيا كلها سكرولات والخلايا المخ كلها بتتحرق. اسمه إيه؟ بنيامين بن كارسون، أكتر أشهر دكتور مخ وأعصاب في أمريكا. كان عنده صعوبات في القراءة، كانش بيعرف يقرأ لحد سن 4 ابتدائي، بيعرفش يقرأ، وعنده يقول له اقرا من الكتاب مش عارف، وكان دايما مستواه متدني سي 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 او دي كمان. لما يجي علشان يبقى اشهر دكتور، امه عملت ايه؟ قفلت التلفزيون، قالت له وكل واحد يختار قصه من المكتبه وكتاب ويجي يشرحهولي. الام ذات نفسها كانت لا تقرا ولا تاكل، كانت بتوهمهم انا عينيا تعباني وعايزه اغير نظاره فمش شايفه، عشان مش بتعرف تقرا، بس كانت بتحط جملتين: انت ذكي، انت شاطر، انت اذكى واحد في الدنيا. ايوه ما تتدراش، هو انت ريان، انت اذكى واحد في الدنيا، انت اذكى طفل، محدش اشطر منك، وانت العالم كله موجود في دماغك بس فكر. خلاص بقى الاول، لدرجه ان هو نجح في اول جراحه فصل توأمين باعضاء مختلفه في الدماغ. يقول لك الخلايا كانوا بيموتوا، وبعدين جاب فكره: هوقف القلب، اوقف القلب واجمده فتره ان انا بنقل فيها، وبعد ما اوقف القلب ارجع نعيشه تاني. فكره جنونيه، فكره اصلا بره اطار المنطق والعقل، لكن نفذها. بيحق امي انت تقدر، انت ذكي. لكن احنا عيال فشله، عيل غبي طالع زي اهله، ده عيل ما اعرفش كذا ايه، ده بنت مش عارفه ايه، ده واد ايه، وكل السلبيات والشتايم. اعرف الكلام ده من 25 سنه دلوقتي، كانت معايا يعني مجموعه من الصحاب كده، وكنا لسه ما كانش زي دلوقتي الدنيا تتكت جوجل المعلومات تطلع لك، كنت تروحي وتبحثي وتجيبي كتب وتسالي دكاتره، وفي حاجه اسمها محاكاه الواقع، كنا بنعمل حاجات عشان العيال يطلعوا بنفسيه معينه. جت هي طبيبه صيدلانيه هي، فبتقول لي احنا خدنا بقى ممنوع نقول الالفاظ والشتايم والكلام ده، وندعي لهم، عايزه متضايقه ومتنرفزه ادعي لهم: الهي يا رب تخش الفردوس الاعلى اللهم امين،
يلا حسبي الله ونعم الوكيل يا رب يا رب يا اولادي يبقوا صالحين. يعني ايه طلعي الجم موجه او جرعه الغضب في دعاء. فبتقولي لقيتني في يوم مش قادره وطاقه الغضب جوايا رهيبه وعايزه اشتمهم. انا بقى طالب انا عايزه اشتمهم. قلت لها اه يا كرومبا يا بدنجانه. وبعدين ما لقيتش حاجه غير كده. اعمل ايه وبتاع كره الكرومب والبدنجان. خلاص قلت لها ارجعي بقى ان ده حاجه حلوه وقلتيه في موقع تزكيه او موقع تاني بحيث ان يبقى المخ ذات نفسه بتاع العقل يتلقى ان دي مش حاجه مش وحشه. احنا اللي بنهدم اولادنا. احنا اللي بنخلي اولادنا في حيز انت اللي حطاهم فيه. لما يجي طفل يكلمني ويعني 10 سنين حبيبي ويجي عنده تبول لا ارادي وكان قبل كده ما عندوش يعني هو صغير سن 3 4 5 6 لحد 7 سنين من 7 ل 10 عنده تبول لا ارادي. ال 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 القصه فين؟ بنعمل حاجه اسمها تايم لاين سيرفي يعني ترجعي كده بآلية معينه عشان نعرف انه السنه اللي الولد ابتدى ينتكس. ايه الموقف؟ ايه الحاجه اللي خلت الولد فعلا ينتكس الانتكاسه دي؟ لقينا ايه؟ الاب بيزقه بين قفاه. ده كانت الواقعة من البيت. الاب هو جاي كنت عارفه دخلت الاب هو الاولاد كلهم على الشنط يعني هما بيسلموش هما بيسلموا على الشنط اللي الاب جايب المفروض تفرح يعني ودي تبقى يعني انا والرجاله يحبوا كده احنا محتاجين لك. اللي بيتجوز من واحده تانية انت استغنيتي ومش حاسس ان انتوا محتاجين وانت شايله شيله غير شيلتك فيروح يعمل ايه يقول لك اصلها مسكينه محتاجاني يا حنون يا دونجوان يا حنون انت يقول لك اصلها مش احساس الرجاله اولادك محتاجينك احنا محتاجينك الاولاد ذات نفسهم وشكرا يا ابي وكتر خيرك وجزاك الله خيرا ونبوس ايده ونبوس راسه ونغلي له الاغنيه بتاعته حلو جدا. فجه في مره من المرات بعد هو متعود ان ابوه يشيله ويعمله جاي تعبان وظروفه مش عارفه ايه فضربه على قفاه يعني عمل له كده من قفاه وزقه وبعدين بقى حاجه عاديه فبقى اي حد من صحابه بيضربه على قفاه. فاحنا كنا فاكرين ان الامر تنمر في المدرسه ولما شرحنا القصة وقعدنا ما بين الأب والأم الأب بكى قال أنا عملت معاك. أكتر حاجة توجع القلب بجد وتخلي الواحد يعيط إن أنت كأم أو أنت كأب أنت سبب في خذلان نفسي أو انتكاسة سلوكية لابنك وأنت مش واخد بالك. مش عيب إن احنا نتعلم. أنا كنت أروح أحضر محاضرات التربية ديت يعني أنا كنت في محافظة في مكان اسمه طنطا كنت أروح المنصورة واروح القاهره وارجع في قطر السعيد بقى قطر السعيد بقى اللي جاي لنا الساعه 11 بالليل ويجي 12 واولادي معايا ونروح ونطلع ونيجي وهيصه كبيره يعني. وكانوا انت تيجي وتعلمي ولا واحنا ناخد قلت لهم لا اسمع اسمع منكم الجديد. ايه الجديد؟ ما عايزه اولادي في احسن حاجه مش شرط احسن حاجه بقى ونخش على المحور الثاني من المحاضره مش هكمل فيه خمس دقايق ما تقلقوش. بعد كده نتلقى الاسئله اما نيجي نعمل معيار انجاز اولادنا بالشكل الروتيني انك تنجح وانك تبقى مؤدب ونعم وحاضر وبس وعيل هادي مين قال ان ده معيار انجاز مين قال ان ده طفل متميز لا ده العنادي ده العناد في حد ذاته فيه شيء ايجابي وادعو الله سبحانه وتعالى ان كل ام تسمع تقول لك عندي طفل عنادي الولد ده هيبقى صاحب اراده ويمسكوه شركات ده قياد مسكوه شركات أيوة. لو امن بفكره هيعاند فيها لحد ما يحققها ده شخص ممتاز. لما يجي يقول لا اصله بيجادر وبيعلي صوته هو حبيبي عنده ثروه لغويه يعني عنده معلومات او مجموعه من اللغات والكلمات يقدر يعبر فيها ليه بيضرب وليه بيزعق وليه بيقول ما عندوش الحصيله اللغويه اللي تعبر عن جواه وعنده ثبات انفعالي واقف. انت ذات نفسك خلينيش اتكلم الحريم ذات نفسهم ما عندهمش الحصيله اللغويه اللي تعبر عن احتياجك وانت ثابته وشك بيضحك عارفه السماجه وعندك اتزان بنسميها اتزان انفعالي لكن هي في الحقيقه ليه؟ هو الزوج عنده ده ولما هيغلط ده لو غلط يعني يبقى شوف بس وتبقى انت اللي معاكي حق تالت ومتلت لكن ايه اللي حصل؟ ما عندكيش ثبات انفعالي ما عندكيش الطريقه ولا فاهمه اعبر ازاي مربع المشاعر من افضل الوسائل اللي نقدر ان احنا نعلمها الاولاد نعلمها الاولاد لسن 3 سنين. انا بقى بعلمها للزوجات في سن 30 وسن والازواج سن 40 مربع المشاعر ما بنعرفش نعبر عن مشاعر ما بتعرفيش تقولي جواك انا بكرهك ولازم تطلقني انت مش بتكرهي ولا لازم يطلقك ولا حاجه
الموضوع مش كده خالص. الموضوع وما فيه ان انت واخده على خاطرك انه ما ردش على العشرين رساله واتس اللي انت بعتها. يا ريت 20 ده بتبقى 100 رساله واتس وتقول انظر لاعلى، عامله له الاشاره بص لفوق رساله فوق اقرا. وبعدين لو بعتت له تسجيل صوتي بقى ما شاء الله ما شاء الله. يعني التسجيل الصوتي في حد ذاته خلينا ده وبعد كده هقول لكم نعمل ايه في ده. خلينا نشرحها كلها. عندي قلق، خوف، عندي مشاعر عدم الثقة مثلا، استياء، غضب، الكره. احنا بندخل المشاعر كلها في بعض، دي بنعملها الاطفال سن 3 ل5 سنين. يحصل موقف انا جاي متضايق ويحكي حاجه حصلت في المدرسه في البيت في على الصحاب وحصلت في الحديقه اي من كان، ايه يقول لك انا بكره، جاب اي او جاب بصوا اقصى حاجه تحت، هو مش كده، او انا غضبان جدا، انت غضبان ولا مستاء؟ اخويا دوت انا بكرهه مش عايزه، خد اللعبه بتاعتي وكذا. يا حبيبي انت بس زعلان ومستاء شويه عشان هو خده ما استاذنش منه. طب تعالى نتعلم عجله الاختيارات، انا عايزه اديكم كل حاجه بس يعني ايه مفيش وقت. تعالى نتعلم او نقعد على ترابيزه التفاوض، دي اداه من ادوات التربيه لازم نعرفها، ترابيزه التفاوض بيني وما بين اولادي عشان ما يحصلش خناق. عجله الاختيارات لما نتفق اتفاق، والمؤمنين عند شروطهم، واحكي قصه النبي عليه الصلاه والسلام واصل الحديث ايه ومين الصحابي والنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه. يبقى انا عملت ايه؟ ايماني وكلمته على الرسول صلى الله عليه، وبعدين حطيت امر دنيوي. لما اقرب الساعات يبقى عندي 3، ده دول قبل سن 7 سنين علشان ما بيعرفوش في الساعه، ده وقت اللعب في اللعبه بتاعتك. بعد كده من 3 لحد ما يبقى عند العلامه 6 دي ده بتاع اخوك. طيب بقى اول صفيره او سقفه بعمل بس انتباه ايه سمعي، او صفيره فاضل دقيقتين فاضل 3 حر خلاص، سيب وقت خلاص جات وقت اخوه يا ماما وكذا ويجري ونافق الاتفاق. فبنقعد على حاجه اسمها ترابيزه التفاوض اللي بنتفق على اتفاق واحنا نعمل عليه وبعدين محدش ينفذه، نعمل ايه؟ نسحب امتيازات، هنقلل بدل ما تبقى لعب ربع ساعه 15 دقيقه هتبقى 10، او مش هتختار معانا الخروجه بتاعه الاسبوع، او التوكه اللي كنا جايبينها هنأجلها، او اي حاجه. المفروض ان هو يتعلم ده. انتوا عارفين ده انا بطلع طفل ايه اداري بياخد اكتر من 60% من دورات الادارة اللي بتاخدوها بألوفات الدولارات بره، فن التفاوض وين تو وين، مفيش حاجة اسمها طالع خسران، انت 50% وانا 50%. طفل كان بنتكلم 5 سنين وانت طالع، محتاجين نعرف الكلام ده، محتاجين نتعلم الامر ده عشان ايه؟ عشان نفرح بأولادنا. لكن يبقى معيار الإنجاز مادي بحت؟ لا حبيبي، أنا عندي صندوق الهدايا، صندوق الهدايا ده هاتي كرتونة من أي محل سوبر ماركت، قول عايز كرتونة فاضية، والأم تحطها بسلوفان أحمر وأخضر وتنزل منها بقى ورد وتنزل منها بلالين وحاجات تحفة كده، ومتقسم عندي أولاد وبنات، أدي النص ده صبيان والنص ده بنات، أدي صبيان فيه الحاجات اللي اولادك محتاجين، ممكن يكون شراب مشط، ممكن يكون مش عارفه ايه، العجوه عشان ما بياكلوش الطمن، العجوه حطها الفستق واعمليها وحطها في سلوفان يلا زي الشوكولاته، او شوكولاتات عادي ما فيش مشاكل، لعب السيارات اللي بتلعب او لعب البنات اللي التوك، حاجات تخص هنا تخص هنا وانت بذكائك، ومش بره الميزانيه عشان ما ايه الرجاله ما يزعلوش، مش بره الميزانيه، حاجه على قد حالنا، ومحطوط في مكان عالي، لان لو في مكان واطي كل اللي رايح واللي جاي هياخد من، لا نحطه في فوق حاجه عاليه، او لو عندنا جنش او حاجه او الرجاله بقى يتصرفوا ينزلوه من السقف كده يعمل واطلع خد، بياخده بالكبش يا حبيبي هي واحده بس تاخده، وكله محطوط في ورق سلوفان. عمل الحاجه اللي اتفقنا عليها هتاخد من الصندوق الهدايا. معيار الانجاز، والانجاز مش بس انجاز مادي يا اخوات، الانجاز انجاز معنوي. يعني لو هو قال شكرا بتقول لماما شكرا يا حبيبي، شكرا جزيك الشكر، البس راسك، شكرا انك انت شكرتني، واحسسه انه عمل حاجه. اعرف اب والله الاب جاب بنته امتحان ثانويه عامه رجعت ما قلتيش لامك كتر خيرك وتسلم ايدك على الاكل،
جابها وعندها امتحان. يا بابا الامتحان، قال لها ببركه انك هتقولي لها كده وتفرحيها ربنا هيكرمك. راحت لقيتهم كانوا مغيرين اللجان وبيغيروا ولسه ما دخلوش، بيغيروا ارقام اللجان والكراسي. الله عز وجل طول ما هو في حياتنا وطول ما انا حاطه مقياس ورضاه وحاجته وبستغل ام ناصحه، عماله استغل الموقف عشان اطلع بيها انا ناجحه. اعمل معيار الانجاز واعمل الكذا، لكن ما يبقاش الانجاز مادي، انت نجحت انت سمعت. لا، صليت في ميعادك يلا، واجيب لوحه كبيره وانا يعني الوم على كل ام اللوحه دي مش عندك في البيت ليه؟ ايام الاسبوع عندي الصلوات، الواجب، القران، كلمه شكرا، اللفظ اللي انت عايزه تغيريه، السلوكيات بتاعتي، الذكر، الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، ان انا اقول واسلم وهكذا واصلي ونايم متوضي وكل الحاجات، اذكار اليوم والليله وحاجات اليوم والليل. عمل يلا صح 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 صح، اجمع السبع صحات وعلى حسب الميزانيه. هنروحوا فين ان شاء الله؟ نروح ناكل ترمس، فيش ترمس هنا في اسطنبول، اي حاجه اي حاجه، هنروح بره واسمك بتاعتك ونقول دي خروجة أحمد، دي خروجة محمد، دي خروجة بنتي منار، هو ده. يبقى باسمها، وهي هي نفس الحاجات، حاجات بسيطة وسهلة، لا هتكلفك فلوس ولا هتكلفك مجهود ولا هتكلفك غير إن أنا ومن يجهد. هختم معاكم بالحديث، كفى كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. وإحنا عندنا في ديننا من المهارات من السلوكيات ده، بس هاتوا السيره، بس هاتوا لي السيره. واحد كل ما يقرا السيره مره جديده مره تانيه يطلع منها حاجات. هاتوا بس كده نعلم البنات يلا سوره النساء الكبرى والصغرى والطلاق وسوره النور. مفيش بنت تبقى عندها 10 ولا 11 سنه ما تعرفش حاجه عن احكام سوره النور. فين الكلام ده؟ ما انتش عارف، افتحي واقراي اي حاجه، افتحي كلها الفيديوهات مجانيه دلوقتي على اليوتيوب، افتحي وعلمي اولادك. لكن سايبينهم للانجاز المادي خطا، سايبينهم للي زي الناس هتنجح وغلط، مش هو ده، مش ده المعيار. الانجاز معيار الانجاز ان ماما موجوده بابا موجود، مش موجودين حالي مع الله عز وجل. انا ابني عنده المراقبه الذاتيه حتى لو الاب والام مش موجودين، وده اسمه الفيدباك اللي هيطلعوه بيطلعوه. هاتي كده ابن داخل لسه كيجي جديد وهتلاقيه قاعد اول 6 شهور ساكت، بعد 6 شهور جايب لك البتاع وبيعمل لك زي الاستاذه ما بتعمل، صح؟ وبيكرروا كل الحاجات. ابن في سن 3 سنين شاف ابوه بيقدم عامل حفله لاصحابه عشان صلوا الفجر 40 يوم يحضروا تكبيره الاحرام. جت الام في سن 10 سنين تعمل امنيات الطفل، كتب الطفل من ضمن الامنيات ان انال البراءتين، وهي ما كانتش كلمته على الحديث ده. فبتساله ايه ده؟ ايه البراءتين؟ عرفت ده منين؟ قال لها فاكر ابي لما كان كذا وجمع اصحابه وكذا وصلوا الفجر 40 يوم يحضروا تكبيره الاحرام كتبت له براءتان، براءه من النار وبراءه من الفقر. انا عايز الامنيه دي، مفيش حاجه بتضيع بس نجهد. لكن احنا ما شاء الله علينا قاعدين الشاشات والبتاع والترندات ويا سي استاذ محمد والترند ويا مش عارفه ايه، وسايبين وملهيين وسايبين الاصل اللي تسألي عنه. انا عن نفسي اتمنى على الله، طبعا ندعو سبحانه وتعالى ياخد كل حسنات ماشي وربنا يجزينا فيه، ولكن اتمنى على الله ان اولادي يجوا كده في ممر يوم القيامه ويناديني الملائكه والله عز وجل والنبي عليه الصلاه والسلام يبتسم لما يرانا ويرى اولادنا، قولوا امين، واجعلها يا رب ساعه اجابه، وليس ذلك عليك بعزيز. اللهم نسالك باسمك الاعظم الاحب أن ترزق كل أم حضرت معانا النهارده واللي هيسمعونا واللي هتنوي الخير يا رب، اعطيها الخير، تربي أولادها التربية اللي تفرح نبيك يوم القيامة. اللهم فرح بنا رسولك يوم القيامة يا رب، اللهم آمين. حد عايز أمنية أكتر من كده؟ إن يبقى أولادنا يفرحوا النبي عليه الصلاة والسلام ويبقوا صالحين دنيا وآخرة، اللهم آمين، قولوا آمين. جزاكم الله خيرا، وفي عجالة كده ناخد الأسئلة، تمام؟ اللي عنده سؤال في عجالة. قدامنا قد إيه؟ 5 دقايق. شكرا. ماشي، مين عندي سؤال؟ خليكوا هلا تقعد بقى عشان ركبها، اتفضلي. الكبير كام سنة والصغير كام سنة؟ الكبير 5 والصغيرة 2.5. تمام. بص هقوم اقف طبعا عشان اشوفكم، افر من هذا المهموم. الغيرة في عجالة كده، شكلي هاخد السؤال ده ونختم على كده.
عايز له محاضرة لوحده. الغيرة ما بين الإخوات الكبير والصغير. لو هو لسه مولود الصغير بيبقى هو مولود ايه، وركزوا معايا، يغير الحفاضات، نحط له اللوشن، ناكله، شكرا، نكرعه، مع السلامه. لكن مين اللي محتاج المعامله والمراعاه؟ كبير، هو اللي كان على الحجر. فشاف ايه؟ شاف طفل تاني جه. الطفل التاني عمل ايه؟ واخد حب ماما. خلوا بالكوا هيقع، مش عارف ايه، عايز ياكله، وبيحبه، وعايز وبيحبه، عايز ياكله. يا ابن حبيبي مالوش سنان، بس يا اكلته ايه؟ ونفضل نعمل ايه الرياكشن بتاعك والبادي لانجوج بتاعتك بتخض العيل. اه ده بتحبه اكتر مني، بتخاف على، هو مش فاهم عشان ما فاهم. لا حبيبي شوفي لسه ما عندوش سنان، لسه النون صغير ما عندوش سنان، انت بقى خلي بالك بالراحه وباسلوب الحكواتي واسلوب الطفل ده. طيب كبره، تعالى تعالى، زي ما بقول في مهام وبحدد، ده وقت الساعات، ده اللعب، ده الحاج، فين بتاعتك؟ بتاعتك وبتاعت اختك، دي بتاعتك وبتاع اخوك، عشان تتعلم الايه؟ العطاء، تعلم العطاء. كنا مره عاملين سلوك سلوك العطاء، كل واحد المسلم بيد اخوه والمسلم يساعد اخوه. فاحنا خلصنا موضوع العطاء ودخلنا على ايه؟ على سلوك التعاون، كل واحد يساعد الثاني، المسلم يساعد اخوه. حد محتاج مني مساعده في البيت بساعد. انا خلصت حاجه، يعني حالك ايه؟ ان انا بلم اللعب، برتب المكتب على حسب الحاجات البسيطه، بملى، بحبه دايما يملوا زجاجات الميه، ماشي املى ازازه الميه، وهكذا. حاجات تناسب المرحله العمريه. فجت الصغيره جابت اخواتها جايين من المدرسه وقالتهم، هو انتوا ما سمعتوش ابوكوا قال النهارده؟ لا ما سمعناش. ايه؟ قالت المسلم بيد اخوه، هاتوا الحلويات اللي معاكم. زي ما بتغرزي وبتقولي. طيب انا حددت مهام، ابتدي، هو انت ما تعرفش وانت صغير كنا بنعمل ايه؟ ودايما كل يوم واجيب البوم الصور او اجيب الفيديوهات، في ملف الفيديوهات لكل طفل، تعال شفت ده بقى، ده بقى وانت بتزحف وكنت رايح ما شاء الله على سله القمامه تاكل منها ما شاء الله. مره دخلت عليك وقلت لي انا بتوضى، وفتح الحمام وبتتوضى حبيبي جوه في قعده الحمام، وضحك، وافضل اجيب الذكريات. كل ام عندها فيدباك للذكريات. من افضل، كويس انك سالت السؤال ده، من افضل وسائل التربيه حقيقه يعني، وبتفضل دايما مغروسه، واحفظوها كده، انا هكتبها عشان تحفظوها. انا باين عليا نسيت العربي، بينهم فن صناعه الذكريات، بصمات الذكريات اللي بنصنعها مع كل طفل. لا الحيطه دي، هو احنا سبحنا عند الحيطه دي؟ ما سبحناش. يلا اللهم صل على سيدنا محمد، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. مكان الصلاه وركنه الصلاه، واحفظوا معايا التكات دي، ركنه الصلاه. وهو جاي وعامل بتاعه وبيجري مني وانا بجري وراه، تعالى علشان اقول له كذا. ايه ده؟ اه انت عديت على ركنه الصلاه. مش هقدر اعمل حاجه، الركنه دي ركنه مقدسه، خلاص مش هعمل حاجه، انا ماشيه. يتحط في ذهنه ايه؟ الصلاه، ومكان الصلاه مقدس. شوفي انت عماله، انت عماله ترمي في كل اتجاه، تربوي وايماني وسلوكي. عندك ايه ده؟ الاذان، واول كلمه ينطقها الطفل لو الام ناصحه، الله اكبر، ينطق كده. ليه وقت الاذان انت بتقدسي الاذان، تعظمي الاذان. لما نيجي يحفظ مثلا في جزء عامه ويجي شيخ من المشايخ بيقرا، دي سوره مين؟ يقول السوره بتاعتي، سوره العصر. ايه هو الكتاب يعني؟ هو واقف على سوره العصر، بتاعتي وعصر ان اللي تقول عشان يقول. فمجرد ان انا بعمل فن صناعه ذكريات، تعالى اما اقول لك وانت صغير كنت ايه؟ كنت كذا. اما هي لسه مش عارفه، انت بقى كبير تعرفها حبه بحبه وبراحتك يعني. لو لقيت هي مش عارفه حاجه، انت تعالى قول لماما واحنا نعلم، سيب اللي في ايدك وادفع الدنيا وبتاع. هي ده مش الاكل ولا الشرب، كل ده ملحوق وكل ده ينفع ان هو يتعب، لكن مهمتك كام وكغرس مش موجوده الا معاك، وهو ده الاصل. يبقى اعمل. طب لا بيتخانقوا، طب هنعمل عجله الاتفاقات، اللي هيتخانق بدون ما هو ما يقول ويخالف الوعد اللي احنا قلنا عليه بالاتفاق اللي انت قايله عليه، يلا تعال. هتحكم على نفسك بايه؟ يا ماما لا مش عايزه اقلل عدد ساعات اللعب. طيب نختار ايه؟ نختار ايه؟ ومكتوب في العجله، بتبقى لوحه كده مدوره وانت عماله تدوري فيها وحاطه لها مسمار وبتاع، حاجات بسيطه يعني، وتدوري نختار ايه؟ طب نختار ايه؟ انت قول، هو يختار. ده مش عقاب ولا ضرب ولا زعيق ولا ابعد وانا مش عارفه احطك فين وبنتك واختك مش عارفه، لا لا. كل الامر اللي انت محتاجاه ايه؟ شويه فن بس، اختار. طيب خلاص هقسم الشوكولاته بيني وما بينها،
خلاص ردتها؟ وانتي كمان احضنوا بعض، يلا شفتي تينكي وينكي؟ هو كده تينكي وينكي، كله ثلاثة بيز مع بعض كله بيحضن بعض وهكذا. اتفضلي. دكتورة حضرتك يعني هي الأفكار كلها مناسبة لأمر مختلف لسبع سنين. نعم، ومن سبعة لتسعة والله. صح. احنا اليوم من 15 تمام. طيب تمام. تمام. موضوع الانترنت يعني. نعم. احنا اليوم بنحكي انه كيف اولادنا يعني بنوصل مرحله هن يقتنعوا ذاتيا انه انا موضوع اللعب على البلاي ستيشن ولا غيرها كل شيء نابع من ذاته. نعم. كيف؟ طيب خلوني انا اوعيكم لان دي محاضره اكتر يعني عايزه اسبوع متواصل، لكن احنا وقتنا خلص، لكن انا هعمل بس مخصوص. اسمك ايه؟ ام عبد الرحمن. تابعي بس اقول ده رد على سؤال ام عبد الرحمن واسمعي. لكن هو المشكله ان احنا فعلا محتاجين ده، في اكتر من 12 13 وسيله كنت حد مجمعاهم ازاي نعمل بديل النت مع اولادنا ويبقى بديل ممتع وبديل يفرز لي الهرمونات السعاده الخمسه، لان هم قاعدين بيلعبوا ولا بيتفرجوا كل هرمونات قاعد ومرتاح ومنزل جيم، ياه لسه هلبس وانزل، لا طب تعالى نخرج ياه ولسه بقى وهنجيب في مجهود، فهو عنده قاعد الخمس هرمونات مفروزين وهو على النت، الخمس هرمونات مفروزين وهم يعني وبعدين، فلازم البديل الممتع. في بتاع 13 خطوه ان شاء الله اوعدك يعني لو ما عملتش بس هقول ده لام عبد الرحمن، ولو كده تابعوا يا جماعه ان شاء الله باذن الله نحاول الفتره الجايه ماشي اداره الاعمال الفتره الجايه نبكوا ثواب اعملوا لنا حاجات خاصه بمرحله المراهقه واولادنا في الغربه اي شكل بقى، ادي تاسك اهو. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان استغفرك واتوب اليك. ها طيب بصوا بصوا الامهات، تعالوا اما بص راسكم اخر حته بس عشان دي حته مهمه. بصوا يا اخوات ويا امهات يا جميلات يا ست الكل منك ليها، كتر خيرك، انا بقول لك اهو كتر خيرك، بتربي وتروفي بيت ومنظمه نفسك ونظيفه ومنظفه عيالك وعامله وبتسعي وقاعده ساعه بحالها تسمعين عشان موضوع التربيه صح؟ كل الكلام جزاك الله خير، الله يبارك فيك ويعطيك ويجزيك، وعرفي دايما الجملة دي الخير لا يعدم، رب الكريم لو عملتي حاجة قد كده هيجزيك عليها ويعود عليها دنيا وآخرة إن ربنا كريم، لكن إحساس إن أنا أم فاشلة وإحساس إن أنا مهما أعمل أو أشوف عيالي كده صعب عليكي أو تقعدي تعيطي على فكرة أو مثلا تزعلي من نار وبعدين تفتحي الأوضة بالليل نايمين ملايكة وتقولي يا ريتني ما زعقت ويا ريتني ما ضربته، اعمل ايه؟ اوعي تخلي الشيطان يخش لك من المدخل ده، لان ده مدخل وسواس، يا يقعدك يا يخليكي يائسه ما بتبتكريش ويعني ما بنغلط، احنا مش بشر، احنا ما تقبلي بشريتك، احنا بشر فخلاص بشر بنغلط بس نتعلم ونصحح وحاول واقوم تاني مش مشكله، وقولي انت عندك كام علوم داخل على 50 حلو 50 ومال واحضر اتعلم ايه المشكله؟ وانا شرط على عيالي الجو خلفوا وجيبوا لي العيال، كل اللي هيخلف يا اسلام هيجيب لي عيال، بقول لك الله يا رب ليه نتعلم، لكن ما تخليش الاحساس ده يجي لي. قعدتك النهارده دي ميزان حسناتك، سؤالك اعمل ايه ميزان حسناتك، بس اخد بالاذى ما بقاش زي الميه الواقفه، لا خليكي ميه جاريه دايما تجيب عليك الخير. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا يا جماعه.